البلاستيك هو اجتماع مهم لان القطاع ديال البلاستيك كيعرف واحد التطور مهم وفي هذه السنوات ال 15 سنوات الاخيره كيعرف تطور ديال اكثر من 15% في العام كيخدم تقريبا دي مانيير ديريكت اند ديريكت 400,000 شغال في القطاع هذا وكذلك الشيف دافير ديالهم هو 28 مليار ديال الدرهم. خاصنا هذا لو سيكتور كي لا كومبان plusieurs secteurs là qui sème pour dire l'industrie ديالنا لان 90% ديال المنتوجات ديالو كيمشي للاندستري. اللي خصنا نفهموا هو ان كاين تقريبا 100 طن في النهار ديال لي ديشي اللي كيخرجوا من البلاستيك وهاد لي ديشي هادو يلا كنغوسيكلو فيه تقريبا 15%. خاصنا نخدموا باش تكون لا كوليكت مي اورغانيزي باش يمكننا نغوسيكلو على الاقل 50% لان كاين طلب على لي برودوي ريسيكلي وغادي هادشي غادي يمكننا باش نقصوا التلوث ديال البلاستيك وكذلك غادي نزيدوا في المردوديه ديال الشركات ونخلقوا فرص الشغل في هذا القطاع هذا لان خاصك تجمع البلاستيك وخاصك تخدموا باش يولي عاوتاني غرانولي هذا كله خدم الناس بزاف. دونك هذه المحور اللي كنناقشوا فيه اليوم وكذلك هذا القطاع هذا يمكن مازال يزيد يتطور وخاصنا نديروا واحد الخطه ديال في دوغوت باش يمكننا نديفلوبي دافونتاج هذا السيكتور. اليوم اول فرصه تقدمت لنا باش نديروا الجلوبال جرين بلاست اللي كنحاولوا نوضعوا البلاستيك بواحد الطريقه تكون عنده واحد النقطه في البيئه وتكون عنده واحد النقطه في الريسيكلاج والمستقبل ديال هذا القطاع اللي ملمس بكاع القطاعات سميتو الصناعيه ديال بلادنا عنده واحد الرغبه باش يرجع واحد النظره على البلاستيك اللي مهمه وتكون نظره معينه للاستعمال ديال البلاستيك بواحد الطريقه باش نقول سيفيليزي كيوش اول مهرجان في هذا البرلمان وكنحاولوا نديروه كل عام ان شاء الله وكل عام نجيوب واحد البرنامج اللي كنا خططناه في الحصه المقبله باش نعطيو واحد الفعاليه لهذا سميتو هذا المهرجان. وبيان سور كما كتعرفوا سيدنا الله ينصرو كان قال بان كاع كوسكي ريسيكلاج ايكونومي ديورابل خاصها تعطيها واحد الامتيازات مهمه وكنحاولوا اليوم مع كاع الناس اللي في هذا الميدان باش ان شاء الله نرجعوا البلاستيك بواحد الطريقه مهمه وفعاليه ان شاء الله.